تتعلق بما نقل عن أبو بكر البغدادي مؤسس تنظيم داعش الإرهابي. الحقيقة هذه التصريحات، أنا عادة من الناس التي لا تفضل تناول أي تصريحات بتقولها هذه الجماعات الإرهابية، لكن تصريحات البغدادي بتؤكد التحليلات التي كانت تشير إلى انقسام كبير يشهده هذا التنظيم. حضراتكم عارفين أن تنظيم أنصار بيت المقدس اللي كان بيقوم بالعمليات الإرهابية في شمال سيناء أعلن انضمامه لداعش ليعمل تحت ولاء هذا التنظيم. تصريحات البغدادي الآن توجه سهام انتقاد إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، حينما يتحدث مثلا في تصريحاته أن هناك سلوكيات غير سوية انتشرت بينكم، يتحدث عن تنظيم داعش وبيقول ان هذه السلوكيات هي من القادمين لكم في سرايا بيت المقدس. طبعا حضراتكم عارفين ان التحليلات بتشير الى انقسامات داخل تنظيم انصار بيت المقدس. تنظيم انصار بيت المقدس كان ولاؤه لتنظيم القاعده، ثم بعد ذلك اعلن ولاؤه لتنظيم داعش. هناك اختلاف كبير من الناحيه الفكريه بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، تصريحات البغدادي اليوم تؤكد أن هناك انقسام كبير في هذا التنظيم، وأنه وجهت إليه بالفعل ضربات موجعة، وأن هذه الضربات ربما تربك حساباته بشكل كبير خلال الفترة القادمة. هروح مع حضراتكم للخبر اللي أصاب الناس بحال